إمبراطورية شركة LG عملاق التكنولوجيا وصلت النهاية مع الأسف. تفاصيل سقوط شركة LG من سوق الهواتف الذكية وأسبابها الرئيسية نتناولها اليوم بنشرتنا التقنية، ونتكلم أيضا عن مفاجأة سامسونج اللي حتقدم أكبر متحسس كاميرا بالعالم لهذا العام، وتسريب خارطة طريق هواتف سامسونج ومواعيدها لهذه السنة ومفاجآتها. أخبار كثيرة ويانا بالتك نيوز، فخليكم ويانا. وبداية ولكل جديد ومفيد تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه بالقناة أولا بأول، ولا تنسونا من ضغط الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق. أتمنى منكم التركيز على موضوع الاشتراك أصدقائي الأبطال، لأن معظم المشاهدات تجي للقناة من غير المشتركين، فالرجاء الضغط على أيقونة الاشتراك لأن هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يساعدنا على الاستمرار وتطوير القناة بشكل أفضل. الشكر لكل الأصدقاء اللي يساعدونا بالاشتراك واللايك والتعليق، وأهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن شركة LG هي واحدة من أكبر الشركات العملاقة بمجال تصنيع الهواتف الذكية بالعالم، وكذلك تعتبر واحدة من أضخم الشركات الضالعة بمجال التكنولوجيا وأحدث التقنيات وبمختلف المجالات. لكن مؤخراً بدأت LG تتعثر فيما يتعلق بمجال تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة العاملة بنظام الأندرويد، وكان فرع تصنيع الهواتف الذكية بالفترات السابقة يتعرض لخسارات متتالية على الرغم من كل الأفكار الجديدة والهواتف الجيدة اللي يقدمها، وكانت الخسارات تقدر بملايين الدولارات. وبصورة أكثر دقة، فقسم الهواتف الذكية خسر حوالي 4.5 بليون دولار خلال السنوات الخمسة السابقة. وقبل عدة أشهر عرفنا أن شركة LG كانت تدرس كل الخيارات المطروحة أمامها حتى تتجاوز هذه المحنة، وكان أحد الخيارات هو غلق قسم تصنيع الهواتف الذكية بالكامل أو أن تبيع الشركة أجزاء منه. لكن مع الأسف اتضح الآن أنه الورست كيس سيناريو، أسوأ سيناريو، حدث مع شركة LG. بالأيام السابقة كانت LG تتكلم عن بيع قسم الهواتف الذكية حتى تتدارك خساراتها المتتالية بهذا المجال، وكانت بعض الشركات مثل فيتنام فينج جروب وكذلك فولكس واجن مستعدة لتقديم عروض لشراء قسم الهواتف من شركة LG. لكن مع الأسف المفاوضات مع هذه الشركات فشلت، لأنه السعر اللي خلته LG للبيع كان جدا خيالي، وهذا الشيء ما خلى أمام شركة LG أي خيار آخر غير أن تغلق قسم الهواتف الذكية بالكامل. يعني بسبب أنه LG ما تمكنت من أن تحصل على الباير أو المشتري الجيد اللي يمنحهم السعر اللي يريدوه، قررت أن تغلق وتنهي قسم تصنيع وإنتاج الهواتف الذكية. LG أيضا أمرت بإيقاف جميع المشاريع التقنية المتعلقة بالهواتف الذكية والمشاريع المستقبلية، واللي معناه أنه هواتف مثل LG رينبو و LG رولابل الهاتف القابل للسحب ما راح تشوف النور مع الأسف. وجميع المتحمسين والمنتظرين لهذه الهواتف راح يشعرون بالخيبة من هذه الأخبار الصعبة والحزينة. حقيقة الأمر جدا حزين أن نشوف واحدة من الشركات العملاقة تغادر عملها بصورة مفاجئة وبهذه السرعة. LG كانت واحدة من أقوى الشركات بتصنيع الهواتف بالعالم، واللي حصلت على المركز الثالث بمجال تصنيع الهواتف بوقت من الأوقات مباشرة بعد سامسونج ونوكيا. والآن ومع شديد الأسف صارت تماما مثل شركة نوكيا، انتهت إمبراطوريتها وراح تختفي من الأسواق. واعتقد أنه كان أكو سببين رئيسيين اللي خلت LG تخسر عملها. الأول عدم توفر السوق الأمثل للشراء، وهذا يرجع إلى السبب الثاني اللي هو طبعا الأسعار اللي تجي بيها هواتف LG واللي تكون بالمعتاد جدا مرتفعة، حيث بوجود سامسونج والشركات الصينية اللي ضربت السوق بهواتف بمواصفات عالية وأسعار مخفضة، LG مع الأسف ما حاولت أن تتبنى طريقة معينة للتغيير مثل اللي سوته سامسونج حتى تقلل كلفة التصنيع وبالتالي تبيع للمستهلك بسعر أقل، وهذا الشيء انعكس على أرباح الشركة وكان هو الخطأ القاتل اللي ما خلى فرصة لحياة شركة LG أن تستمر. على أي حال الإعلان الرسمي عن هذا الشيء متوقع أن يكون قريبا جدا من شركة LG. إذا تتذكرون كانت هناك إشاعة تقول أنه شركة سوني حتطلق متحسس كاميرا بحجم 1 إنش للهواتف الذكية، وأنه هاتف هواوي P40 Pro حيكون أول هاتف يستعملها،
لكن الآن اتضح أنه هذا الخبر غير صحيح، وهذا طبقا لكلام آيس يونيفيرس، واللي صرح أنه شركة سامسونج مع متحسسها الآيسوسيل GN2 حيكون أكبر متحسس هواتف بهذا العام 2021، واللي يجي بقدرة 50 ميجا بكسل، وأنه هذا المتحسس أو السنسر حيظهر لأول مرة مع هاتف من شاومي قريبا جدا. إذن فشركة سامسونج تحاول دائما تقديم الإثارة والتشويق على مدار العام لمستخدميها، فخلال عام 2021 اتخذت استراتيجية خاصة بتقديم الهواتف للزبائن، واللي بدأت مع إطلاق سلسلة هواتف الجالكسي S21 بشهر الواحد اللي هو شهر أقرب من الوقت المعتاد بالسنوات السابقة. وبعد ذلك صرحوا أنه ما راح يتم إطلاق سلسلة النوت 21 لهذه السنة، وحيتم تأجيل إطلاقها للعام القادم. كذلك سامسونج ولأول مرة قدمت حدث كشف خاص بأجهزتها من الفئة المتوسطة من سلسلة الأي، والآن فخارطة سامسونج الخاصة بهواتفها اللي حيتم إطلاقها خلال هذه السنة تم تسريبها، واللي تظهر بعض المفاجآت مثل ما تشوفون بشهر الثالث وتحديدا يوم 17/3 هو حدث الكشف والإعلان عن سلسلة الأي مثل الأي 52 والأي 72، وحدث الكشف التالي حيكون بالشهر الرابع اللي حيكون متعلق بالبي سي أو أجهزة الحاسوب والمحمول من الشركة. أيضا من غير الشائع أن تقدم سامسونج حدث خاص للكشف عن البي سي، لكن ممكن يكون السبب أنه اللابتوب القادم من سامسونج حيكون أول جهاز يجي بالتعاون مع الأي أم دي لتقديم معالج إكسينوس الجديد وبتقنيات قوية للمستخدمين، وحيكون الجرافيكس شيء خرافي مثل ما وعدتنا به سامسونج، ولهذا فهو شيء جدا مهم لسامسونج، لأن موضوع الجرافيكس هو الشيء الوحيد اللي كان ما يخلي سامسونج تواكب قوة معالجات كوالكوم وأبل بالسنوات السابقة. حقيقة وقوة المعالج راح تظهر فقط أثناء الكشف والتجربة الفعلية عنه، لذلك حننتظر ونشوف الحقيقة الكاملة. على أي حال، هاتف الجالكسي زي فولد 3 من سامسونج أيضا متوقع أنه يجي مع الجرافيكس من AMD. وخلونا نرجع الآن إلى خارطة الطريق، فسامسونج حتطلق تاب S7 Lite بشهر جون أو الشهر السادس، وهاتف الجالكسي A22 بشهر جولاي السابع، بينما حدث الكشف عن هاتف الجالكسي FE أو الفان إديشن حيكون بشهر أوغست الشهر الثامن من هذا العام. الأمر المثير للانتباه أنه لا يوجد ذكر لموعد إطلاق هاتف الفولدبل من سامسونج Z Fold 3 أو Z Flip 3، وكذلك غير مذكور موعد إطلاق A82 أو التاب S8، والسبب هو أنه هذه الخارطة هي جزئية وغير كاملة، يعني النسخة المسربة ما كشفت كل الهواتف ومواعيدها، لأن إحنا متأكدين 100% أنه حيكون هناك إطلاق لسلسلة الفولدبل الجديدة هذه السنة وقريبا من سامسونج. وخلص، هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم. خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات والشروحات، تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لأي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل وياي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.